حاجة. هو كده مفيش حاجة؟ عادي يعني، ما احنا عارفين كده من قبل ما اتجوزك الجديد. بس مش للدرجة دي، مش بالسفالة دي. عرف انك عرفتي ولا كأن حاجة حصلت؟ ولو سألك جيتي ليه؟ قولي له ماما سمعت صوتها تعبانة شوية فاطمنت عليها. ماما أنا مش طايقة نفسي، ولو عليا عايزة أمسكه بإيديا دول وأقتله. تقتلي ايه وبتاع ايه؟ ما يعرف واحدة ولا مية حتى. احنا اللي يهمنا اللي وراه. ليه؟ هو كان ماسك عليا زلة مثلا. عادي يعني، كل الرجالة كده. هتقولي له أنا زعلانة ومتضايقة واللي عملته ده شيء شنيع وما ينفعش، وبعدين إيه اللي هيحصل؟ هتطلق. هتكسبي إيه من ورا الطلاق؟ مش هسيب حقي. اللي هتاخديه من الجوازة أكتر بكتير من اللي هتاخديه من ورا الطلاق. عزت باشا مبسوط منك قوي. ولما هو مبسوط مني قوي ليه مش عايز يشوفني لغايه دلوقتي؟ يعني انت لسه ما بينتش اماره. الله، ازاي يا معلم تقول كده؟ ازاي تقول ما بينتش اماره؟ ده انا جايب الفلوس قبل ميعادها. لا، الاماره في التوزيع، يعني اللي تاخده هتبيعه في قد ايه. احنا نحب الميه تجري على طول. الميه هتجري على طول ان شاء الله، اما نشوف. عموما انا كلمت متولي وفهمته على الفول، بس حابب اعيد الكلام معاك عشان انا عايز الكلام يبقى مني ليك على طول. الواد متولي جدع وكل حاجه، بس انت دخلت دماغي. ليأخد اكتر من شريتين من دول بالنسبه لنا تاجر جمله، يعني تسجل اسم. ماشي يا عسل؟ اشطب العسل يا معلم. حبايه بخمسه، الشريط بخمسين، في القطاعي الحبايه بعشره والشريط بمية. والتوزيع يا معلم؟ صعيد مالكش دعوة بيه خالص، ده مقفول ومتكرتم على أصحابه. بالنسبة لبحري بقى أنا هفهمك تعمل إيه. يا معلم أنا عايز أبقى شغال براحتي، أنا عايز أوزع في المكان اللي يعجبني. لا، أنت فاكر الحكاية كده بالمزاج وسهلة ولا إيه؟ إهدى بس أنت كده. إمسك يا أحمد، خد الحتة دي وبقول لي رأيك. من يقدم من يقدم عشا يا معلم؟ حاجة علاقة. خليه يخش. لا تمام تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا بلح. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت؟ الواد ده سرقني يا باشا. نفسي يا باشا. انت بتعمل ايه؟ يا ابني عارف انك ترفع مسدسك هنا؟ دي ليه حساب تاني معايا يا بلح؟ يا باشا انت بتعرف ولا كلمة؟ اقعد يا بلح. حاضر يا باشا. حاضر، اقعد يا احمد. اتفضل. احنا عشان نخلص من الليلة دي لازم النفوس تتصافى، ما تنسوش ان احنا عيلة واحدة. مش هعرف ان بلح شغال معاك يا معلم. بلح شغال نقال مش اكتر، وبعدين بيقول انك سرقت. ما حصلش يا كبير. لا حصل. يعني يا معلم يعني ياخدنا مشوار من غير ما يقول لنا اوله من اخره؟ ياخدنا على عمانه كده يا معلم؟ ده كان هيلبسنا. عندك حق يا معلم، ده احنا لو عملنا قعده عرب ده ناخد اكتر من اللي انا خدته منه. بس انت خدت حقك بطريقه مش مرضيه. اعمل ايه يعني يا معلم؟ اعمل ايه؟ كان واخدنا على عمانه، كان فاكرنا لقمه سهله. وانت يا بلح يا باشا، الواد ده ما يتضمنش وشغله معانا خطر. ده معفن قوي يا باشا. اسكت انت خالص. خلاص. وانت يا احمد قوم انت دلوقتي، وانا هتصل بيك واقول لك هتستلم ازاي وتوزع ازاي. اتفضل يا احمد. يا باشا ولا كلمه. اما عيل زي ده يلدعك على قفاك يبقى لازم تاخد القفا كله عشان تفوق وتصحصح. بعدين انا محتاج له. انا هبني يا باشا، انا هبني. كنت عيب عليك تقول كلام زي ده يا بلح، انت عبيط ولا ايه؟ انت عارف ان خروجه من السجن سليم في مصلحته مش في مصلحتك انت. بعدين عزت باشا بقى قال لي بلح ده ما يلزمناش في الشغل، بس انا اتحايلت عليه وقلت له يديك فرصه تانية. ايه الاخبار؟ Thank you.
انا بقول ايه. حنان ابعثي له لؤي بسرعه. استاذ لؤي، استاذ مدحت عايزك بسرعه لو سمحت. امشي اطلع برا وخليك على مكتبك. يلا لؤي، البنت اللي اسمها مروه دي ما اشوفش وشها في الشركه هنا تاني، انت فاهم؟ تحت امرك. وعايزها تتبهدل وتيجي لحد مكتبي هنا وتقول حق برقبتي. ايه ده بس سعادتك، ايه ده بس، ايه اللي حصل؟ انا سيبني وتمشي من غير ما تقول؟ انا اتعني لا. طب ممكن تهدى؟ تهدى وكل شيء هيتحل. تعمل اللي بقول لك عليه. يا باشا مروه دي بنت غلبانه واكيد هتعرف غلطها وتيجي تعتذر لسعادتك. قلت لك تعمل اللي بقول لك عليه وانت ساكت. يا ريماس تعالي لي في مكتب مدحت بيه حالا. هو ايه اللي حصل؟ انت مش ملاحظه انك بقيتي تسالي كتير؟ انا اسفه. التسليل بنت صاحبتك دي خليها تتكلمني دلوقتي. هاي. اهلا اهلا يا ريماس. انا كلمت الاستاذ مدحت عشان تبقي معانا في العرض الجديد. ايه ده بجد؟ ميرسي. يلا خش اشكريه بنفسك. اوكي ثانك يو. مع الف سلام. باي باي يا روح. اقفلي الباب كويس يا ريماس. أظن واضح إن ريماس دلوقتي في الاجتماع عشان تعرف الأمور بتاعة العرض اللي جاي. مش عايزين تليفونات، مش عايزين مقابلات، مش عايزين إنهم فاتحين الباب. وآه سوري ما خدتش بالي والجو الرخيص بتاعكوا ده. ماشي يا حبيبتي؟ سيو. يخرب بيتك يا لولو. إيه اللي حصل؟ عملت محضر. بس أنا شايفة إن يعني ده صعب أوي على الطفل وعلى نفسيته. وصعب عليا أنا كمان. بس أنا من حق أشوف ابني. من حق أشوفه حتى لو مرة واحدة في الأسبوع. وحقك فعلاً، بس مفيش أي حل غير ده؟ لا مفيش. مالك في إيه؟ لا مفيش حاجة، أنا كويس، تعبان شوية بس. طيب تحب نروح في حتة يعني نقعد فيها تستريح شوية؟ ماشي. تعالى نشرب حاجة دافية كده وهدي نفسك. إن شاء الله كل حاجة تتحل. يا رب. يا باشا أنا عايز أقول لسعادتك إن اللي بيحصل ده حرام. البني أنت توافقين يا أخي. ده قانون وإحنا بننفذ القانون. أيوة بس الرحمة فوق القانون، ما تدوهم فرصة. أنا آسف جدا، ده مش اختصاصي. استغفر الله. في إيه؟ لا مفيش، بس هما أصلهم شمعوا الشقة بتاعتكم عشان الفلوس اللي عليكم للبنك يعني. نعم. وبعدين هو ايه اللي مفيش رحمه؟ الله يرحمك يا حاج عبد العزيز، المفروض كان اعمل حساب اليوم ده. كاميليا انت على طول قافله تليفونك كده. مالك؟ لا مفيش، بس مش عارف تعبان شويه كده. طب تحب اروحك؟ لا انا بقى كويس، انا عارف نفسي. مجدي حاول تحل المسألة دي يعني مع ابنك ومراتك بعيداً عن المحاكم والإقسام. حاولت وما نفعش والله. طب ما تحاول تاني. انت ما تعرفيش انا عملت ايه علشان انجح العلاقة دي. وبعدين انت ما تعرفيش هي سابتني ليه. يعني لو حابب تقول قول. اتفضل. بقولك ايه؟ ايوه. اي حد يسال عليا يقولهم انا مش موجوده. تحت امرك. خلاص امشي انت. شكرا. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ امر حضرتك. ايه ده؟ هو في حاجه غلط؟ هو في حاجه صح؟ مين اللي قالك ان البضاعه تخرج بالسعر ده؟ استاذ مروان والله. هو فين؟ في مكتبه. وانتوا مالكوا في ايه؟ كل واحد يقعد على مكتبه. الله، دي حاجه حلوه قوي والله. اجيب لكم اتنين ليمون وشجره عشان القعده تبقى مور رومانتك. اي تاني ملوش لازمه الكلام ده.
لا له لازمه، له لازمه اني لو غبت عن الشركه يوم واحد الدنيا بتتقلب. هو انت رجعتي بسرعه كده ليه؟ هو في حد في الدنيا ينزل تاني يوم جواز؟ لا معلش والله دي حاجه تخصني مالكش فيها. ممكن افهم ايه ده؟ انا فاكرك جايه عشان تشكريني. اشكرك على ايه بقى؟ معلش اختك عصبيه اصلها مش واخده بالها. على فكره الخصم ده معمول عشان خاطرك انتي. ازاي يعني؟ ما البضاعه دي طالعه لمنى اختك، وانا مستحيل اعمل الخصم ده الا لحد يعني مهم قوي زيك او زي ميرا طبعا. طب الموضوع ده هيتلغي ليه يا ايت؟ عشان الشركه ليها قوانينها، ليها سياسه كل لازم يمشي عليه، واللي حصل ده مش مظبوط. ايوه بس هي هتبيع بنفس سعر الشركه. بس احنا عندنا مندوبنا وعندنا منافذ البيع بتاعتنا، مش محتاجين اي حد والله. ايوه بس دي اختك على فكره. بقول لك ايه، انا ماليش اخوات، وانتي لو ما بطلتيش النغمه دي اعتبري نفسك انتي كمان مش اختي. على فكره بقى، اختك دي لو ما لقيتش حد تكرهه هتكره نفسها. وعامل ايه دلوقتي؟ هو كويس الحمد لله دلوقتي. طب هو ايه اللي حصل؟ مش فاهم اي حاجه. مجد دماغه ناشفه شويه، ما بيسمعش الكلام، لازم يعمل جلسه الغسيل في ميعادها، ما تتاخرش يوم واحد. غسيل ايه بالظبط؟ غسيل كلى. كلى؟ ليه؟ مجد عنده فشل كلى ولسه مخلص جلسه الغسيل حالا. بعد اذن. لازم تقولي. هقول ايه؟ اصل انا ما بحبش اصعب على حد. انما الناس تصعب عليك وانت تساعدهم عادي يعني. الحمد لله مش انا لوحدي بس اللي بصعب على الناس. احنا طلعنا عاد على فكره. بس انا اكتر، على الاقل انت يعني بتبقى عارف الحاله هتجيلك امتى وهتتصرف ازاي وتعمل ايه، انما انا ببقى ماشيه في الشارع والحاله بتجيلي مره واحده. ايوه بس انا دمي زفر وانا مخي ضرب. احنا حالتنا صعبه قوي كده. والله ايوه. تفتكر ممكن اعمل ايه من الكهرباء الزياده اللي في مخي؟ ممكن اعمل مولد؟ او ينفع الايام دي كهرباء غليت؟ انا بقى بفكر اتبرع للدم اللي مراتي او نخلص منها. نطلع المسخره فعلا. الحمد لله على سلامة. الله يسلمك. ممكن افهم ده اسمه ايه؟ معلش اصلي كان لازم انزل مصر. يا ستي صحيني قولي لي، مش اصحى كده فجأة ما الاقيكيش. ماما يصلها تعبت شوية. وأنا بصراحة لما مامي بتتعب يعني بتصرف على طول ما بفكرش. لا سلامتها ألف سلامة. بس كان واجب تقولي لي برضه، المفروض ابقى جنبك. هي فين دلوقتي؟ هي كويسه الحمد لله في البيت. طب الحمد لله، يعني تمام. هي اصلها بس يعني اتضايقت عشان انا وانت يعني سافرنا ومعملناش فرح وعملنا دخله كده بعيد عنها. يا ستي ولا يهمك، هبقى اكلمها في التليفون هديها. انت قدامك قد ايه؟ انت المفروض في اجازه. اجازه ايه وزفت ايه؟ أنا جيت هنا لقيت الدنيا كلها بايظة. يعني إيه؟ سامح بص أنا ساعة بس وهبقى معاك، أوكي؟ ألو؟ محدش يدي أي حاجة للي اسمها منى دي، أوكي؟ كلامي واضح ومفهوم؟ احمد باشا احنا هنفتح شركه للوساطه الماليه، صرافه يعني. طب والبنك؟ البنك خلاص ما يقدرش يعمل لك حاجه،
طالما هتسدد القرض في ميعاده محدش يقدر يعمل معاك حاجه. هو ده اللي يهم مدير البنك، انه ما يتكشفش. ايوه بس خلي بالك ان الدولارات سعرها عالي اول يومين دول. حبيب قلبي هنغير الدولارات بس بالراحه، واحده واحده، عشان ما نلفتش النظر لينا. عندك حق. كان نفسي تبقى معايا هنا في الشركه ابو كرمه. لا معلش يا ابو حميد، انا ما اقدرش اسيب مكتبي، بس اعتبرني قلبا وقالبا معاك. على فكره متولي اتصل بيا وقال لي ان كل شيء تمام وان البضاعه اتسلكت. مش كنا عملنا نشاط الشركه ادويه وكده عشان نبقى شغالين على بتغطي؟ سهله، ممكن اجيب لك اي طالب من كليه الصيدله مش لاقي ونفتح شركه. بس على ايه؟ ملوش لزوم يعني ابو حميد. يعني عايز اقول لما يبقى نشاط الشركه ماشي مع شغلنا يبقى احسن. حبيب قلبي طول ما انت معاك الارجاء معاك الفلوس خلاص. تعرف ابو كرمه، انت الوحيد اللي بتخليني اقتنع ان فكره ان الفلوس مش كل حاجه دي كدبه كبيره قوي. وهو في ايه اتعلمناه على صغيرين مش كده يا باشا؟ عارف امتى ابو كرمه الفلوس ما تبقاش كل حاجه؟ امتى؟ اما تبقى معاك وتبقى كتير وكتير قوي. ايه على فين؟ عندي ميعاد، ميعاد مهم جدا. شغل تاني؟ قول يا رب يا رب. حبيبي ابو كرمه. حبيبي ابو احمد. العفو بيه والله ده. طيب ماشي يا ابو كرمه يا عسل. حبيبي ابو احمد. ماشي ربنا يوفقك. بالسلامه انت يا عسل. يا عسل يا قمر الجمال ده، ايه الحلاوه دي؟ لا 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 ما ينفعش الكلام ده، ده احنا على كده بقى مش هنبطل شغل. يا سلام. طبعا كل الناس هتيجي تشتغل معايا عشان يشوفوا القمر اللي متوظف عندي ده. على فكره يا احمد انت اوفر. انا عمري يا كيمو ما كنت اوفر معاكي. بقولك ايه؟ انا عندي معاد دلوقتي، ماشي؟ ساعه زمان وهرجع لك. طب انا كنت عايز اكلمك في موضوع. طب بعدين بعدين. موضوع الشقه تفحل وشكلهم عايزين يمشون. الشقه. طب انا قلت لك ان انا مستعجل، لما ابقى ارجع بقى. سلام. هو انت فيك حاجه متغيره النهارده؟ بقول لك ايه يا عادل؟ انت تقولي اي حاجه انت عايزاها وعادل ينفذ على طول. انا عايزك تعلمني الشغلانه، يعني عايزك تقول لي ايه الشغل وايه الحملة وايه الفلوس اللي هنا. عايزك توجهني، عايزك تقول لي احنا هنعمل ايه علشان عايزه ابقى شارب الشغل. انتبهي بس، انت مالك متحمسه كده؟ فيكي حاجه؟ فيكي حاجه؟ متحمسه جدا. تعالي بس، انا عايزك تقعدي في مكتبك تشربي قهوتك وانا اعدى عليكي احكي لك على كل حاجه. أنا مش عارفة لولا وقفتك جنبي دي أنا كنت هعمل إيه. وعلى فكرة الحماس اللي أنت شايفه عندي ده أنا سارقاه منك. كمان إحنا جيران وعشرة وأنت عارفة أنا بعزك قد إيه. يا ود إحنا إخوات. إخوات؟ أيوه طبعًا، وأكتر كمان. يلا تعالى إحكي لي بقى وفهمني. يلا. تعالى كمان إدخلي. والله المكتب بينور لما بتدخليه. ما قلتليش يا عادل. هقولك، قولي عايزة ايه؟ انت ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ يعني عمري ما شفتك مع واحدة صاحبتك. انت عمرك ما حبيت؟ لا حبيت، بس اللي كنت بحبها يعني بتحب واحد تاني. يا عيني معلش. ما مش مشكلة. اشربي ايه؟ اقعدي اقعدي اقعدي. اشربي ايه؟ اشربي ايه؟ اشرب شاي اخضر. شاي اخضر؟ الو، واحد شاي اخضر هنا في مكتبي بسرعه. بس اشمعنى بقى شاي اخضر؟ انا عارفه، بيقول لك انه مفيد. هو مين اللي بيقول لي؟ انا عارفه، ما هو ده اللي جاب البلد ورا بيقول لك. ماشي. وبعدين انت كنت عايزاني اتجوز ازاي؟ انا من شهر بس ما كنتش لاقي شغل ومرمي في الشارع، كنت اصرف عليها منين؟ ايوه صحيح والله نسيتني، ده انت كنت حالتك نيله. هو كان باين علينا قوي كده؟ طب دلوقتي النقل ايه؟ لا احسن تمام. ماشي. بس انت غلبان وطيب. بس تحس كده ان الطيب كده ملوش مكان، صح؟
عندك حق. اسألني أنا. أبويا عاش عمره كله بيحب الناس وبيخاف عليهم. محدش خاف عليه ولا رحمه. مفيش حد زعم عبد العزيز. كنت بتحبه؟ كنت بحب أقعد معاه وأسهر معاه ويحكي لي حاجات كده. طب احكي لي كان بيقول لك إيه؟ عايز أعرف. هو كان على طول عمره ما الضحكة دخلت وش، على طول كان بيشتكي. صراحة لا هو والله كان على طول بيشتكي. تقولش كده. يعني قول لي غير كده، والله كان على طول بيشتكي. بيشتكي مننا؟ لا يعني مش بالظبط كده، بس هو من الدنيا زي ما انت بتقول كده، محدش رحمه، هو كان بيكتم في نفسه كتير كده يعني. كان متعذب ومحدش فينا حاسس بيه. بس كنت بحبه انا. اقول لك مره قال لي قال لي يا ده عادل، انت لازم تعمل فلوس كتير قوي، ما ينفعش تقعد من غير شغل ابدا، لان الفلوس دي هي اللي هتخليك تختار اللي انت عايزه من غير ما اي حد يجبرك على اي حاجه. أقول لك حاجة عليه كمان، كان بيحب الشعر، كان حافظ أبيات شعر كتير أوي. هو طول عمره بيحب القراية. آه ده حقيقة. أنا ممكن أقول لك على سر بس ما تقولوش لإخواتك البنات؟ أيوه طبعًا. بجد؟ قول. أبوكي مرة اشتغل كومبارس في السينما. لا. إيه الفرحة اللي أنت فيها دي؟ ما لو كنت قلت لك اشتغل بطل كنت عملت إيه؟ إيه يا عم مش أبويا؟ آه أبوكي، ماشي. احكي لك بقى موضوع الكومبارس ده جه ازاي. هقول لك يا ست، هو عنده 20 سنه كان في سينما عندكم جنب البيت كده. لا مش انت كنت لسه اتولدتي متهيألي صغيره، مش عارف يعني. هو حكى لي قال لي كان عندي 20 سنه وكان في سينما. ايوه كنت لسه ما اتولدتش انا. 20 سنه ايه؟ اه ماشي يلا. ما انا هحكي لك تسمعيني، ما تقاطعنيش انا يعني. بس ماشي. فلو هو كمان عنده 20 سنه كان في سينما جنب البيت، السينما دي كان كل يوم اتنين بيغيروا فيلم، فهو كان لازم كل يوم اتنين يقعد يحضر الفيلم، يغيروا الفيلم اللي بعده ويقعد يحضره برضه. فالظاهر ان الراجل موضوع السينما ده سخن في دماغه كده، فراح نازل واخد بعضه وراح على استوديو مصر، قال لك اتفرج بقى اشوف الافلام دي بتعمل ازاي. فهو واقف كده، عارفه انت المجاميع اللي هي بتبقى في الماء اللي بيعدي ويمر، فحد شافه كده فقال له تعالى حاج، تعالى عدلنا من هنا. فقال له عدي ازاي يعني؟ قال له حد يعني كده رايح جاي. قال له طب عايز اتكلم. قال له تتكلم ايه، هو هتعدي رايح جاي بس. ها؟ قال له تمام. ماما قعد يروح فرايح جاء. انت بتعيطي ليه؟ انا بحكي لك حاجه حلوه. طب خلاص مش هحكي. وحشني. طب ما وحشنا كلنا، خليني بقى اكمل لك. طيب انا الموضوع هيضحكك، مش هخليك تعيطي. المهم بقى شوف ابوك عمل ايه. خلاص بقى كمل يا بقى. متكمل يا عم. ماشي. خرج بقى من الشوت اللي هو عمله ده، شاف نفسه بقى ان هو بطل الابطال، وخرج لاصحابه كله بيقول له انا بطل سينما رقم واحد وهكسر الدق. يا عم في اصحابه يهدوه، يا عم انت عديت من قدام الكاميرا وقعدوا يستنوا الفيلم يشوفوه، شالوا المشهد بتاعه اسم الفيلم. بس هو كان متخيل يعني ان هو هيبقى بطل كبير، وبعد كده نسي الحلم ده زي ما نسي حاجات كتير في حياته. الله يرحمه. واضح انه كان بيحبك قوي عشان يحكي لك كل ده. وانا كمان والله كنت بحبه جدا. انت عارفه ان انت طيبه زيها بالظبط. وكمان جايبهم لي هنا. امال يعني اوديهم فين ياما؟ ابيتهم في الشارع. واحنا مالنا؟ يعني احنا مالنا؟ انت مش عمتهم برضو؟ الشقه ضيقه. ضيقه يا شيخ، حرام عليكي، ده انت الاوضه عندك تعمل شقتين وثلاثه. وبعدين ما ينفعش يقعدوا وانت موجود، انا ما احطش الزفت جنب الزفتين. زفت يا ست، الزفت هيبقى يتنيل يبات بره. ليه؟ ما احنا كويسين كده. يا سيدة، يا سيدة حرام عليكي، الناس هتاكل وشك يا سيدة، تقولي إيه للناس ايه؟ أنا كمان ما أحبش شقتي تتكركب، أنا بنظف وبمسح وبغسل كل يوم، وهم عارفين ما حدش هيلمهم. يا ست أي فرصة هيقعدوا معاكي وأنت بتعلميهم. يا سلام، طب مين بقى إن شاء الله هيأكلهم ويشربهم؟ هم هيجيبوا أكلهم وهيجيبوا شربهم وطفحهم كمان. بقول لك إيه؟ لو كان لازم ولابد بقى يقعدوا هنا، يبقوا هم يدفعوا في المصروف وانا امسك مصروف البيت. يا ساتر، انا شفت كتير وقليل، ما شفتش زيك ابدا ياما. هقول لهم اما نشوف. تلاقيها عايزاه يعدي البلاط بلاطه بلاطه احسن تنقص واحده ولا حاجه. لا دي تلاقيها هتحط بقى ايه اسلاك شقيقه على التلاجه كلها عشان ما حدش يقرب منها. لا دي هتحط لنا عسكري اللي يقرب من السكر ولا الشاي هيضربه بالنار.
انا بقى مش عارفه ليه حاسه انها هتكهرب لنا البيت كله، بحيث ان اي حد فينا معدي يلمس اي حيطه يتكهرب ويموت على طول. طب عارفين بقى لو عايزين نخلص منها وناخد الشقه منها نعمل ايه؟ ايه نخليها تغدينا. ياه ده انت قلبك طلع اسود قوي، ده الوليه ممكن تطب ساكته فيها دي والله، ولا تنشل ونلبس احنا ونقعد نشيل الحوض. قلبي عندكم يا بنات. تسلمنا. تسلمنا يا عمتي. الله يسلمك يا عمتي. انا عارفه اللي بيخرج من بيته ما بيبقاش مستريح. ايوه فعلا، بس هنعمل ايه؟ قدر ربنا. بصوا بقى، كلكم كده هتناموا في اوضه واحده عشان الاوضه الثانيه مش متوضبه. لا ما تقلقيش يا عمتي، احنا هنوضبها. اه انا ليا نظام في بيتي، بصحى الفجر. احنا قبل الفجر. بحب البيت نضيف، ما بحبش الوساخه، لازم يبرق كده زي الالماس، غسيل ومسح وتنفيذ كل يوم. هو انت في حد في الحاره بيتكلم غير عن زهزاتك وروقانك ونظافتك يا عسل انت؟ بقول لكم يا بنات، انتوا مش جعانين ولا قوي؟ قوي جعانين قوي قوي. انا شم ريحه اكل. يلا بنات يلا اكلونا بقى. يلا بينا يلا بينا. يلا عليكم بيها. يلا بس عارفه قدهم زي هو ده. يلا اصحاب الكرسي يلا. ايوه تقعدي كده هانم. ايوه انت بقى يا عمتي تقعدي وتتهني واحنا نعمل الاكل. ما حدش يخش المطبخ. هعمل لك حته فته. ما حصلتش، ده احنا طباخين ما حصلناش. هعمل لكم يا ولاد فراخ مشويه تجنن. وسلطه. ويا سلام بقى رغيفين حواوشي. ايه وانا الحلوه عليا بقى، اخش اعمل لكم الرز بلبن. يلا يا بنات. الله يلا يا مروه. يلا خربتك يا سيده. يا خرب انت، انت السبب، انت اللي عايز تورثني وتموتني ناقصه عمر. لا انا لسه ولسه قاعده كتير بعينك. ايه بقى هتحيل عليك عشان تيجي عندي؟ انا اصلا ما كنتش نازله خالص. تعرفي ان احنا دلوقتي قاعدين عند الست القرشانه اللي اسمها سيده؟ اه عرفت. يا ترى قاعدكم فين؟ في المطبخ. والله انا لو في عيالها كنت اتجننتها، بس هي بقى تاكل عيش وخلاص. قولي لي ايه اللي حصل هناك؟ ما تفكرنيش في النبي حنان بالكلام ده. ايه ده؟ وجيه؟ مين وجيه ده؟ الو؟ انا والله ما مصدقه نفسي. لا لا خالص، انا فاضي تحت امرك، امرني. اه طبعا حاضر حالا. انا لازم انزل. لا افهم بقى، عايزه تفهمي ايه بعدين؟ استني بعدين ايه؟ انا اصلا عايزاك في حاجه مهمه. عايزه يقول يا ستي لؤي. ليه؟ عشان عارفه لؤي بقى يشتغل ايه في الشركه. وحياتك وانا كمان. قولي يا حنان عايزه ايه؟ لؤي قال لي ترجعي الشركه، وطبعا مدحت هو اللي قايل. خلاص يا ستي قولوا له ان انت كلمتيني انا ما ردتش عليكي. لا طبعا مش هيصدقني وهيقول لي ما رحتلاش البيت ليه. حنان قولوا له ان انا جايه. خلاص انا عايزه اعرف انت رايحه فين ومين وجيه ده. يا حبيبتي قلت لك بعدين. هو انت زنانه كده ليه يا حنان؟ سلام. الو لؤي. اه جايه، بس في واحد اتصل بيها اسمه وجيه. بالحب بالحب سعادتك. وجيه؟ ها كنت عارف انه مش هيسيبك، لكن علي النعمه لو وافقته لكن قتلت. يا باشا وجيه 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 ايه؟ وبعدين في واحده تقدر تقول لمدحت باشا لا؟ قالت يا بني ادم قالت. حركه حركه. وبعدين هي قالت لمين؟ قالت لحنان. ليه؟ عشان عارفه ومتاكده ان حنان هتيجي تبلغ سعادتك. عايزك تتضايق. تفتكر؟ شور يا باشا. يا باشا كله بالحب. وجيه وجيه انسى. الشنطه جايه علينا.